ولو حتى اتكلمنا دلوقتي دكتور فرج عن نسبة ال 13% من حجم التجارة الدولية العابرة، فدي نسبة مهمة جدا لما نتذكر انه من 8 سنين في نفس التاريخ بتاع النهاردة في نفس اليوم بدأ العمل في قناة السويس الجديدة. الوصول ل 13% من حجم التجارة الدولية مع وجود كل هذه المخططات للتطوير والاستحواذ الأكبر، أهمية ال 13% دول إيه؟ هنترجمها بقى أرقام وفلوس. بكل تأكيد هو المجرى بس مش مجرد عبور سفن وأن أنا أحصل على إيرادات، هو بالتأكيد ده ليه آثار مباشرة على طول على خزينة الدولة، لكن الهدف الأسمى ويعني الأبعد من كده أن يكون في مناطق خدمية بتخدم على التجارة والنسبة الكبيرة، وبالتالي الهدف من تشغيل القناة بشكل كامل وفقا للمعايير الدولية وأن يكون في طاقة استيعابية أكبر، هو أن أنا أقدر أقدم خدمات جديدة ل السفن والعبور من القناة، سواء كانت خدمات للحاويات التجارية بس ده هيسمح أو هيدي المجال لمصر أنها تتحول إلى مركز إقليمي. هو ده الهدف الأساسي لعبور السفن وصيانة السفن وتقديم الخدمات للسفن. هو ده الهدف الأساسي. احنا بنبص المناطق اللي موجودة في العالم، الإمارات، سنغافورة، المناطق دي كلها هي مبنية على جزئين. الجزء الأولاني أنه هو محط تجارة دولية وممر دولي بالإضافة للخدمات اللي بيقدمها للتجارة الدولية اللي بتمر من مكان، ومش بس عملية تجارة أو مرور يعني حاملات للبضائع أو كده، ولكن هو من الممكن أن يكون في سياحة بتمر من هذا المكان بتقدر تستفاد من الخدمات اللي موجودة، بالإضافة طبعا إلى وفقا للتغيرات الجيوسياسية اللي موجودة في العالم والوضع العالمي اللي موجود، من المؤكد أنه في دول كتيرة محط أنظرها أن يكون في شراكات ما بينها وما بين مصر بهدف أنه تنقل جزء من آلتها الإنتاجية اللي موجودة في الصين أو موجودة في جنوب شرق آسيا أو موجودة حتى في وسط وشمال آسيا إلى المنطقة، بهدف أنه يخرج عن العقوبات الأمريكية في حال تنفيذها على بعض الشركات الدولية. فإذا في فرص أكتر يعني أن احنا نستفاد منها خلال الفترة اللي جاية، ويمكن ده اللي بدأ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتضم 4 مناطق اقتصادية. المناطق دي مستهدف أن هي تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية ويكون في شركات مصرية. وده احنا عايزين نتكلم عنه بشكل تفصيلي أكتر، خصوصا أنه أعتقد وحضراتكم برضو نتناقش في النقطة دي بشكل أوسع مدى ارتباطه بالمشروع المصري، المشروع القومي لتطوير الموانئ.